السلام عليكم احبابي، معكم عائشه الملقبه بهويان. انا ضيفه عند لوسي اليوم، انا كنعاونها في الفطار. عندي هنا واحد الخبيزات غادي نعمرهم، عندي عاوتاني هنايا واحد الكيش حتى هما غنعمرهم مع هما. المهم انا نقول لكم شنو درت في الحشوه، برضو بقاو معايا. عندي فرماج احمر، عندي هنايا مايز، يعني مايز ما يسمى بالذره، عندي كاشير، عندي زيتون، عندي الطون. المهم دابا غنبدا صايب معاكم، بقاو معايا حبيباتي. انا ما عنديش الرينغ لايت بحال اللي عندي في الدار، ولكن غنحاول انني نبين لكم هادشي. ما شدتش هنايا، المهم نخليو هنايا وطفلا. احبابي كما كتشوفوا الكوزينه شويه عاليه، كما كتشوفوا هنايا راه دايره الطون، دايره كاشير، دايره ما يسمى بمايز، يعني الدوره. دابا غادي نعمر هاد باردو، بقاو معايا، وغنصايب الكيش. دابا غادي نبدا نعمر هاد الخبيزات، بلاتي خصني نحط هادو ليه. دابا غنبدا نعمر هاد الخبيزات هما الاولين. انا مع نسيت لوسي، انا مع لوسي. عطيني اختي واحد الموف عافاك. كنصايبو انا اليوم، غنصايب انا وياكم الشهيوات، ولكن اختي دغيا ما عنديش المونتاج. المهم حتى حاجه ما غطيب كلشي موجده هنايا. دابا غنحل الخبيزات بحال هكا، نحل الخبيزات بحال هكا ونعمرهم. كنعمرهم بالطون والكاشر والزيتون ومايز، مايونيز ومايز، هي الدوره ما يسمى بالدوره. المهم انتم اخوتي بحال كيما هكا تنعمروا هاد الخبيزات كيما هكا. انا فرحانه حيت اختي عند لوستي، حتى هي راه قدي وداكشي، وكنتجمعوا تنهضروا تنشقاو، نحمد الله ونشكره. غنديرها صاحبتي وغنبقى نجي عندها وتجي عندي، ونبقاو نشقاو اختي ونتعاونوا على الزمان وداكشي. المهم بقاو معايا دابا تنعمر هادو، نعمرهم كنديروا فيهم. انا كنت باغا ندير فيهم الخس، ولكن اختي الخس ما لقيتوش في الدرب هنايا، جبت غير فرماج احمر. المهم اختي حنا غنديروا فرماج احمر بحال هكا هانتوما ونعمر حتى يسالي، ولا غادي تشوفهم راه كيجيو زوينين. واصلا هاد الخبيزات هادو معروفين تيموتو عليهم المغاربه، كيكونوا في رمضان تيعمرهم الناس كل واحد وعليه الاختيار باش انه يعمرهم كل واحد. وانا انا درت فيهم الطون، درت فيهم كاشير، درت فيهم الزيتون، درت فيهم الذره، وكندير فيهم فرماج احمر. كيجيو لذاذ وزوينين وغادي يعجبوك، غادي يعجبوكم ان شاء الله. المهم بقاو معايا تشوفوا الطريقه، ما خصنيش نتعطل اختي حيت انا عندي ما عنديش المونتاج. المهم غنلوح لكم فيديو، نعاود ندير فيديو واحد باش نصايبوا لاطارت هذا بالثروي. المهم دابا تشوفوها، شنو تيقولوا لها اختي؟ سلطه ثروي هذيك لاطارت لاطارت بالكريم باتيسري ياكي. راه انا اختي غنصايبها، راه انا ديجا شفتها، انا قلتها لها، قلت لها باغا نصايبها، ولكن اختي ما عارفه السميزه. المهم انا غنصايبها قدامكم، غندير لكم فيديو، غندير لكم فيديو واحد اخر ان شاء الله. نعمر اختي ويلي ريتها جوج دارت ليا، تلاقات مع ولدها وما نقولش لكم، ما كاينه دردك دردك. وكتب يا اختي واحد الحاله، واحد الروينه، وتشد شد ولد المراه وتقجو، تنقول لها ريت تجلع على الشيطان، ريت تجلع على الشيطان. مسكينه غيبقى فيها، تبقى بوحدها. كان راهي المونس كان كيلعب مع ولد، ولكن مرة نجي عند هاد لوستي هادي، مرة نجي عندها. اختي قهرونا الدراري، الدراري صعاب، حنا الامهات كنعانيو مع الدراري. واختي كاين واحد لاش تنعانيو معاهم فيه، ولكن اين فوا كيكبروا الدراري كنرتاحو، كنرتاحو اختي من المشاكل وداك الشيء. المهم انا غنعمر هاد الشيء بفرماج، وما عرفتش واش ندخلهم فران ياكي، ندخلهم فران. الا درت دخلهم في الراي، درتيهم في البريصه غادي، هي قالت لي نديرهم في البريصه يجيو زوينين. الا كنت متاكده يجيو زوينين صافي ندخلهم اختي، نديرهم في البريصه. لا يا اختي كي كيجيو زوينين ما نقولش لك. انا بعدا كنموت على هاد الخبيزات عامرين، رشات لي هاد الشيء تناكلو هاد الشيء. لا باقي جوج خبيزات. هانتوما خوتي معاكم، كاين الحداقه في رمضان اختي. الحمد لله كنت كنحس بالقنط وحقلب. كنقول لكم ان كازا
كنموت عليها. الناس فيها متواضعه وفشكل. يلا عيطت لي قبيله وحده قالت لي، وحده من لي فان ديالي عيطت لي قبيله قالت لي عائشه اجي تفطري معانا. قلت لها ان شاء الله حتى الغدا، حيت انا دابا عند لوستي المستقبليه. لوستي المستقبليه، انا ما كنقولش لكم تجوج، انا عاد قلت بسم الله. دابا يلا طلقت وشديت الورقه ديال الحكم، يعني خرج لي الحكم ديال الطلاق بانني انسانه طالق، بانني طلقت الحمد لله. ودابا اختي يلا قلت بسم الله. ان شاء الله غدوز واحد 3 شهور غنتكاتبوا انا وياه، وراه تخطبنا وداكشي، من هنا 3 شهور غنتكاتبوا الحمد لله. ملي طلقت داك السيد كنحمد الله ونشكره، انا اختي غنتزوج واحد الراجل فقير وما عندوش، ولكن اختي كيقول لي راه انت العمر، انت الروح، انت العينين. وقالوا لي عائلته قالوا لي راه تيبغيك بزاف وراه كتبقاي فيه وبغى يتزوج بيك وكيبغي وباغي ولادك وباغي كل شيء. وانا اختي ما عليا غير نتوكل على الله وربي حسبونا جميعا. المهم خوتي انا راه عمرت هاد ليكيش، عرفتي انا عمرتهم دابا. هانتوما شوف بقاو معايا، هانتوما راه عمرتهم، شوفوا كيجيو واعرين. غادي نديرهم في البريسا ونعاود نوريكم دوك يا ربي عمرت هاد الخبيزات. دابا غندوز لك الكريش ليكيش، ماعرفتش سميتو اختي، عندهم شي اسماء ما نقولش لك. المهم ها هما خوتي عمرتهم، درت فيهم فرماج ودرت فيهم كلشي، غنديرهم في الثلاجة وغندوز باش نوريكم الأكلة الأخرى. غنعيط ليها بعدا باش تفوش بيا. شريو خصني ندرك. ها هي هادو هما اللي غنصايب. هاد لاكريم راه كيتباع، ياكي هاد لاكريم راه كيتباع واجد. كديريه في كاسرونه وكتحركي تحركي وديري معاه الحليب، كديريها وكديري معاه الحليب وكتحركي. ها هي غنعمرو بها. ها هما انا شريتهم باش نعمرهم وبالديسير. كديري جوج معالق، تديري ثلاثه ديال المعالق وكديري الحليب. ها هما انا غنصايبهم لكم دابا. بقاو معايا اختي، غنغني شي اغنيه. اش دليل كنحشم اختي من لوستي، كنحشم منها. اري لي هادشي، هادشي بلي قليل. ماشي هادشي، المهم اري لي اختي الفرايق وكشي. باقي ما تغسل والو، ما تصايب والو. ولي بقاو معايا، اري لي شي شبيكه نغسل بعدا الفريز. المهم اول حاجه نحتاجو الفريز والبنان ديالنا. ها هو النص واقيلا عاصر والنص نصايبو، خاصني نقلب على الجهة اللي صحيحة. البنان ها هو، كاين ثلاثة د البنانات. المهم عندنا فريز هنا وعندنا بنان. اختي شحال ناخذ؟ جوج لا خلي ثلاثة، خلي يجيني عامر. وهاد البنان كامل ديرها في وكيوي. الفريز هو الفريز وبنان وكيوي. اختي مع رمضان بلاد الكيلو حتى هي فات لي باقي شوية. شحال لا غنحط فيه هاكا شحال؟ خوتي غندير واقيلا شي 4 د الكيويات. خوتي انا بدا نغسل هاد الشي، نغسلو هنا. شوف تدير لاكريم هنايا وتدير الفريز وتدير البنات.
المهم هو التفصيل انا غنضر عرفتي شي كنغسلوا هادشي اريلي اريلي الفيديو ما خصوش يجي طويل سير تجلسي عمرهم شتو ما تهرساتش بزاف هادو حلوين راه فيهم المالحين انا جبت حلوين اختي ما كتبقاش تخدمي ديك الماكينه لا مبقاش لا خلي خليه يصلي السنين يزبط هاتوما ناخدو الشبكة باش نصفيو فيها نصفيو فيها الفريز ديالنا والبنان صافي خوتي هاهو الفخيز هاهو الفخيز أو البنان دابا غنبدا نقطع أري أختي واحد الموس عافاك أري الموس هو اللول بلاتي خوتي نعمر هادو هما اللولين أري أختي موس من اللي عافاك سمحوا لي مع الماء ماما ناخذ طبسين بحال هكا ناخذ لها كريم ها هو شوف ها هو لا كريم ديالنا درتو في ها هو شتو صايبناه اول حاجه غنديرها انتم شوفوا شوفوا انتم ها شتو راه غنوريكم نقلب لكم الكاميرا حتى نعمرو نقلب لكم كاميرا هانتوما ها ها شتو حيت كيجمد وعاد نديرو الديسير فوق منهم وكيجيو هائلين بزاف ما نقولش لكم تيجيو زوينين شكون تيبكي اختي شوف غيجي سميتو عمك غادي غيحدو من ديال بصح كتخاف من عمك هانتوما خاصني طبسيل كبير حيت اختي درنا بزاف هانتوما ها نعمرها بعدا بهاد لاكريم هو الاول بوتيسيال معمره هما الاول اخر نحطو هادو جوج طباسه زوينين اختي ياك اليوم غيكون فطور زاهي قالت لي الله يعطيك الصحه امين اختي ميرسي كنشكرها حيت نسيتي وداك الشيء وظريفة واخا الراجل راه باقا ما شفتو انا يلاه تفهمت مع دابا انا كنجي عند لوستي الراجل راه باقي اختي ما شفتو تا نبغي نتزوج عاد نشوفو انا درت داك الزواج ديال مكينة صاحب لا والو فهمتو باقا عمري ما شفت الراجل يا عمرنا يا ربي مديهاش يا مريم ما يا ربي هانتوما لا كريم باتيسير راه كنت كاع واجده كديرها مع الحليب اوه ما نقولش لكم واحد المده واحد mm-hmm.
صافي. صافي خوتي، ناخذ البنان والفريز. اول حاجه ناخذ بعدا الكيوي هو الاول، ها هو نقطعوه، ندير نقطعوا هادشي ونديروه في طبايصات، هما الاولين نقطعوا هادشي ونديروه في طبايصات. هانتوما غنقي بعدا الكيوي، خاصني نقي هادشي قدامكم باش نحط الطباصيل هنا. اول حاجه كيوي هو الاول، بقاو معايا كنقي كيوي بحال هكا. واخا ما عنديش مع التنقيه ديال الكيوي فيه، تعاونيني هاكي نقي ليا اريموس، راه خصنا جوج مواس هاكي. خليني انا في وحده ونقعد بعدا وحده قدامهم. قلت لها الا بغيتي تعاونيني هي مسكينه كتعاونني. هانتوما خوتي، ها هو كيوي، شتو ها كيوي، غادي نقطعوه بحال كيما هكا ياكو، غنزوقو نزوقو بحال هكا. هانتوما نزوقو، سلم أري كوني خفيفة صاحبتي. المهم الفريز غناخدو الفريز بحال هكا، هو الفريز شتو، ناخدو الفريز بحال هكا ونقسموه ونديرو بحال هكا. شي حاجة او ماي جود، شي حاجة طوب منقولش ليكم، تيجي هائل جدا، تيجي زوين. باقا صافي خوتي، غندير الفريز انايا، بقا قطع الفريز لان الله يحفظ العوان، مقابله الدراري وكنقول لها عاونيني فريز بحال هكا، لان هادشي غنوريه لكم. يا عمري صافي. مدام ساليتي؟ انا حيدو، انا شات غنعطيكم حيدو، خصني نصور لكم اخوتي هادشي. بون موت علي محكمة حكمت، ناري كاع ما رحمت عوجوك عليا، كم ديال الاغنية محافظين صحتي. مرمدنا مرمدنا ترمدنات كملي قولي تش عطيتيهم الدراري يا اختي، هادي تيقول لك الدراري عطاني ناكل تتعطيهم فقاتني، تنقول لها ما تعطيش خلينا تنوجدو الطبله، كتقول لك لا تيطلبوها مسكينه، تيطلبوها الدراري كيقولوا لها عطينا، حتى بنتي كدير لي هكا تيقول لي عطينا تتعطيهم، تنقول لها يا اختي ما تعطيش للدراري خلينا تنوجدو الطبله. وتا انا في صراحه انا في هذه القاعده مع ولادي، تبقاو يغوتوا ماما عطيني ماما عطيني، حبونا ما تعليه والمحكمه حكمت، ناري كاع ما وجوك عليا. صافي خوتي البنان، دابا البنان وما ادراك مع البنان، نديرو البنان بحال هكا. يا ناري يا ناري، نديرو اختي البنان بحال هكا، شوفو راه مازال غنوريكم هادشي اللي كندير، راه غيهرب ليكم العقل، راه غتشوفو هاد الاكله اللي تندير غيهرب ليكم العقل، شي حاجه طوب راه معروفه كاع المغاربه تيديروها. واش دير البيض ما توقفتي غلبك رمضان انت، ها باغي هضري هضري، ورا هضرتي البارح هضري، شنو بغيتي تقولي لي؟ شناهو البيض خصو يبرد، اديري لاصوص ديال هاد اللي هذا، شناهو هاد، وديري لاصوص ديال موجدين،
هضر عا بان انا وحده قدتنا في هذا الشيء كامل. اذا اختي نزيدو شي وحده اخرى خلينا نعمرو شي مزيد هاك يا شوفي راه شاطوك ليه باش دير وشاطوك حتى الفريز خلط دير العصير بالفريز تهلاي فينا اليوم اختي تهلاي في المشاهدين ديالي فهمت تاكلي صايمه كنعرف نقعد اختي ملي تصور هادشي قولي الراجل قولي راه هي اللي صايبات هادشي انا كنت حابك انت اللي صايبتي ويلي ايوا اختي المهم انتم شوف شي يا ربي اللي درت لاباس غادي نحل شي سناك وما كرهتش شي واحد يعاوني نحل سناك ندير بحال ديك السيده اللي دايره راه الخمار نحل اختي شي سناك ونصايب لكم هادشي المهم شوفوا هادشي الا عجبكم راه نصايبو لكم ونبقى نبيعو لكم نبقى نبيعو لكم غير ب 10 دراهم الوحده ونبيعو للدراري للمدرسه وديك الشيء وانا انتم عارفين انا ندير لكم الصولد هادشي راه غالي شي هادي الا بغيتي تاخذيها من البيسري غيحسبوا لك شي 50 درهم ولكن انا نديرها لك ب 10 دراهم الوحده وديروا لي لايك وديروا لي ابوني باش ينوض شي واحد يعاونني يحل لي شي يخلي شي محلاب ولا شي حاجه نبدا نصايب لكم هادشي هذا المهم انا نصور لكم هادشي اللي نصور لكم هادشي اللي صايبت وغادي نحطو ليه وعاد نصايب اختي كنت سميتو الكاش الكاش اختي سميتو ملي الكاش كنت سميتو المهم انا شوفوا هادشي اللي صايبت دابا نصوره لكم وين هانتوما شوفوا مزيان راه هادشي كامل غنصورو في الواجهة بعد الطبلة ديال الفطور غنصورها في الواجهة وغتشوفو دابا غندخلو من التلاجة ياك اختي باش يبردو دابا اختي غندخلو من التلاجة هاهما شكرا احبابي وبقاو معايا باش نوريكم الكاش ونسد الفيديو وديرو ليا لايكات وديرو ليا الابوني وديرو ليا الجيم هاك تلاجة تلاجة خليني سيلا غندير معايا في طريقتي انا المهم اخوتي انا قالت لي بغات تبلاني عليا قلت اختي ما تبلاني عليا ما والو انا عارفه اش كندير المهم انا اختي داك الكاش بلا ما كشو هادو صايبتهم زوينين عجبوكم المهم دابا نحطهم في نحطهم في الواجهه وتشوفوهم الى جات اختي ماما كل هذه نعطيها هذه المكانه وين عمرت بما صايبه عليا وين هو اللي كنمسحو به يدينا شوفي عافاك واش دير لي الطحانه باش نصايب لهم العافيه باش نحيد الفيديو خوتي ها هو الكاش عارفه انا كنزربوها وكلشي وجد خوتي ها هو الكاش غادي نعمرهم بلاصوص عندي هنايا واحد لاصوص طوماط بلا ما نقولكم عارفين هايا لاصوص طوماط غادي ندهنهم بها ومن بعد غنديروا الطون ياك نديروا شويه الطون هنا بعدا نصفي الطون هو الاول خلي هذا نديروا بالعافيه بعدا غنصفيو الطون هو الاول ونديروه في السوبيره بحال ناخذوا السوبيره بحال هكا نديروا فيها الحشوه اللي غنديروا هنايا غنديروا اختي خوتي غندير واحد الطون هنايا ديال الزيت ما فيهش طوماط ونصفي بعدا من الزيت قالت بنتي زوينه خفت منك بنتي راه بحال جدها كمونه نهضت فيها ويقول انت زوينه وغنحك الفرماج فوقه عندك الدراري شوفي هاي اختي الفرماج كان عليه تحك هو الاول فين حك هكا المهم عندي الطون ها هو الطون راكم عارفين ها هو الطون عندي هنا واحد فخوماج موتزاريلا راني شريناه قبيله Thank you.
عطيتي السيده راك توجد لي الطحانه باش نصايب لكم العصير. المهم انا دابا غنصايب لك الكيش. اول حاجه غندير هي نحك فرماج هو الاول. هاكي اختي تحكي لي فرماج، هاي السيده غتعاوني تحك لي فرماج. عندي هنا واحد الزيتون كحل بدون عظم، ما فيهش العظم حتى هو، زيتون كحل. اول حاجه غنحتاج الطوماط نديرو بحال هكا، ما عندك الشيتا ولا عند اريا معلقه. هاي عندها الشيتا صافي، كاين غير هادو راه عندك انتيا. المهم غندهنهم بحال هكا ب ولي. واه يا ناري ضروري شويه الاغلاط وداك الشيء. والمهم ان في وقت الفطور كنوجدوا داك الشيء على حقه وطريقه. واختي وراني كان باغي نحب ونموت عليه، والمحكمة حكمت وناري وكاع ما رحمات وعوجوك عليا. اخوتي البنات ما تعجلوا، تضحكني هذيك البنات ما تعجلوا البنات. هانتوما شوفوا انا درت لاصوص طوماط، درت اختي لاصوص طوماط. ها هو هانتوما شوفوا كدهني بلاصوص طوماط. اول شيء كتسوي، اول شيء غنسوي، انا هضر معكم بالسعوديه. اسمعوا احبابي، اول شيء غنسويه هو ان سوينا طماطم هنا، بعدين غنحط شويه زيتون اسود. لا غنحط الطون، هو الاول نحطو طون فوق منه. انا تندير بيدي اختي، المرا الحادقه ديما كتخدم بيديها، ما كاينش تبعكيك، ما كاينش العياقه، ما كاينش كاين اختي شي حاجه. الطبيعه كل شيء على الطبيعه، يعني كل ما كنتي طبيعيه كل ما انك كتباني فواحد الحله جميله جدا. كل ما كان فوق التصنع والعياقه كل ما انك كتباني شويه معربزه. صافي درنا الطون. شكون خلعك هريتاج؟ غندخلوهم الفران ياكي، ندخلوهم الفران. دابا غنديرو الزيتون الاسود. شوفوا درنا الطماطم، اسمعوا احبابي سوينا طماطم والحين سوينا طون، يعني ما يسمى بالسمك، سمك هذا مرقد يعني سمك. والحين غنسوي زيتون، غنسوي زيتون كذا. كان علينا نديرو البصلة، ولكن حنايا داكشي بالزربة، داكشي كيطلع زوين، كيطلع زوين داكشي ديال الزربة ديما تيجي زوين، تيجي زوين وسهل. المهم درنا الزيتون بحال هكا، نكثروا اختي. اليوم غيكون واحد الفطور عائلي، خاصنا اختي ضروري نكثروا كثر الزيتون وداك الشيء. وناخذوا شويه الزعتر اخوتي. هضري قولي لي الزعتر ليه؟ أنتي فين الزعتر؟ صحيت الزعتر حدا الخرقوم. ولا غندير شوية الزعتر، ها هو شوية الزعتر مطحون، شوية كيجيو زوينين حق الله. شوية الزعتر مطحون، واه يا ناري، واه يا ناري. شوية أختي الزعتر مطحون، ها هو صافي. أري أختي حكيتي لي الفرماج، أري ها هو الفرماج محكوك. نديرو أختي واحد شوية بحال هكا. غندير واحد الفرماج محكوم. هاك شنو بغيتي؟ شنو رياض؟ شنو بغيتي حبيبي؟ شنو اش بغيتي؟ فرماج هاك عطيكم هاك زوين. المهم عطيهم اختي. المهم اخوتي لاكريش هما غد الكيش ها هو اختي الكيش، غندخلوه الفران. ها هو من بعد غنوجد لكم الطبله كامله، شوفوا الكيش ها هو. من بعد غندخلوه الفران تاع هو وصافي احبابي. دابا بقات حاجه وحده هي العصير. وعليكم السلام. هاكي اختي بالنسبه للحريره، بالنسبه للحريره دابا تشوفها كنطص. اول شيء غادي نحول التليفون ياك، غنحول التليفون اول حاجه. غادي نحول التليفون خوتي، غادي نكحل لكم العصير كما كتشوفوا. حتى واحد ما يجي عندي، حتى واحد ما تدخلوش، ما تدخليش عارفك باش ما تشدش حيت السيده ما خصهاش. المهم عندي عصير هنايا. اول حاجه غادي نقطع داك الشيء ونجي. بقاو معايا، ما تدخلوش. اول حاجه خوتي
عندي الفخاز وعندي اخوتي واحد البنان ها هو عندي البنان غنصايب دابا العصير وبلاتي اختي واحد الموز اول حاجه هي الموز ما كاينش كيوا اختي التلفزه ما كاينش كيوا ما تبانيش وريني شنو كاين الحليب كيوا كاين كاين الكيوا ولا ما كاينش المهم خوتي ها هو البنان غادي نقطعوه هنايا شوفوا الفخاز تا هو ها هو ها علاش كاين الصدر ما غاديش يقعد ما كاينش اللي يجيب لك الحليب اري اخص الحليب واش بغيتي واحد يشرب لا راهي تضرب لي الفيديو ما تقيش تشوفي كوبي مع الدريتي في قلت لها راه ممنوع الدراري الصغار الدراري ما خصهمش يسمعوا انت غوتو ويلي ويلي عجبك عليا راني كامل حبوني وتحمي والمحكمة حكمات ناري كامل حبت وعجبك عليا ويلي 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 بلاتي رجعي خوتي سكت الموسم السادس راجع بحلقة تميزة مع فريق متميز. اجي طحن، الدري الصغير مسكين واللي فاتو ماما يبقى يطحن اختي، خليه يطحن ويبان. بلاتي ما طحنش دابا، بلاتي. صح، فين كيوي؟ أنا. أنا. أجي دير الماء. لا بلاش، جي نزيد الماء. حنا دايرين الديسر بزاف. ماشي مشكل. أنا. قالت لي غنجيب لك الحليب وبقى وبقى رياض ما تغوتش باش نعطيك الطحال معايا انا الطحال بغيتي الطحال انت هاهو يا اختي الدراري غيبداو يكيزيا انا خوتي غنحيد اللايف دابا نحيد اختي الفيديو الدراري كيتعادوا كلشي بغا يطحن كيوي درنا البنان صافي ريتاج متمرضينيش داكشي اللي مكانش صافي نزيدو الماء الحليب جامد قلت لها ندير غنسطر الحليب ونزيد عليه الماء تيجي زوين اصلا ندير الديسير بزاف انا يقد قالت لي واخا واخا قالت لي قالت لي بلا ما ديري الماء راه غيقدك صافي اختي اصلا كاين حنا واخا صافي صافي رياض شوفي ما خصكش تغوت عرفتي علاش باش ما يخسرش لي هذا الشيء ياك وليدي ياك باش نبقاو معاكم شنو بغيتي هذا هاك عطيتك انت شوفي بغاتي صافي درت الفريز ودرت البنان وغندير ودرت كيوي وغنزيد اخوتي البنان انا اختي غنوريك الفيديو تاع شوفي الا بنتي نحيد اوكي تا واحد ما بان خافت عندك مبينه ماشي على شي حاجه لان راجلها قبيح راجلها ما تيبغيش هادشي فهمتو ها هو الحليب راه سكر اختي كاين شي عصير سكر هادي البارح هضرت ودابا ما بغاش تهضر وفهمت سطا مع هاد الباشا وانت هضري قولي في لسان هذا ما فاتش كل في البنات انت موقعه في شي والد قالت لي انت مو اسحب كنت صار عندي
تقولي انت يا بوقه حمولي وصحبها. انا صايمه اللهم تقبلني اللهم اني صائمه. ها وين بغيتي تجينا؟ قالت لي قالت لك زيدي السكر. لا بزاف وين تشربي تقولي هذا مصطفى السكر المرضى بركه. صافي اختي غنحلو الحليب ودابا غنطحن غنطحنها شويه قطع انا شوف انا شويه وانت شويه صافي شويه. فين هذيك ديالي؟ انا شويه واش ما كاينش؟ راه خاصنا نطحنها باش ندير نخوي عصير الطلعه. المهم خوتي راه عندنا هاد القرعه هاي شوفوا عندنا هاد القرعه هيا غندير العصير في هاد القرعه شفتوها غنطحن دابا. دابا غنحيد الفيديو واخا واخا ديروا لي لايك وديروا لي الابوني واللايك و... وملي غنوجد الطبله حيت انا اليوم اللي كنصايب الفطور حيت قالت لكم ريتاش ديروا ابوني. هضري معايا ابوني لايك قال هاي ريتاش بليتي هاي ريتاش بليتي انا با كل اليوم ديروا لنا الابوني وديروا لنا لايك وديروا لنا جيم صافي غنضيعني غطحني. شوفوا دابا غندير عصير فهاد غندير العصير في هاد القرعه شفتوها. المهم انا غنحيد الفيديو وملي غتوجد الطبله راه غنصورها ونحطها لكم في الواجهه باش تشوفوا الفطور اللي صايبت. انا قالت لي صايب الفطور قلت لها والله ما تصايبي انا نعاونك انا اللي غنوض ندير كل شيء. هي مسكينه خليتها كتجمع الدار وانا خوتي صايبت الفطور. عفاكم ما تنساوش اللايك والابوني حيت اختي بغيت اختي الراجل اللي غيتزوج بيا يشوفني شحال انا حاده حيت هو من عائلتهم. وكي داك الشيء هي عضت عليا بالعاني باش هو يشوفني واش كنعرف نطيب ونشقى وداك الشيء. قلت لها اختي قلت لها شوفي انا غنصايب الفطور وغنصوره ومن بعد قولي ليه راه انا اللي صايبته باش يعرف اختي السيده اللي غيتزوج بها شحال حاده. صايبت الكاش صايبت دوك الخبيزات عمرتهم صايبت الطاخت وكنصايب العصير ومازال غنوجد الفطور غنقاد كلشي وغنصورو لكم نحطو لكم في الواجهه. خليها اختي باش يشوفني راه انا ضايعه راه انا اختي حادقه وفيا كلشي زوين وهما اللي فرطوا فيا يعني تكرفتوا عليا ولاحوني. هادشي علاش اختي بغيت نبين لي حداكتي. خوتي ما تنساوش الابوني واللايك وكنحمق على الناس اللي واقفين معايا وكنشكركم والناس اللي تيقولوا لي مبروكه عائشه حيت غتزوجي وداكشي. شكرا شكرا بزاف. ودوك الاعداء انا ما ردش عليكم نهائيا ما عطاكمش انا فرصه باش تسبوا. عافاكم خوتي اللي ما بابونيش اللي ما بابونيش معايا تابونا معايا قالت لكم ريتاج الابوني ثم الابوني وقالت لكم بارطاجيو قناتي عافاكم احبابكم وعائلتكم. قالت لكم ريتاج دخلوا القناه هويا مستار مسكينه بنيتي شتي وليداتي شحال مره تيقول لكم دخلوا. المهم هذيك الابوني وديك الجيم ديالك بحال صح حنا ما تنسعاوش حنا خدامين. انا خدامه كندير محتوى كنخدم عليه والناس كدير لي ابوني. بغيتي اخويا تساعد ودير ابوني مرحبا ما بغيتيش شغلك هذاك مي شكرا شكرا لخوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن وخوتنا العرب من العراق والسعوديه والامارات وخوتنا الخليج. شكرا شكرا احبابي وانا بموت فيكم بحبكم واحب الناس السعوديه والناس الامارات ولبنان وسوريا وكل الناس جميع العرب اللي يحبون عائشه السريدي ملقبه بهيام اللي يحبون عائشه السريدي ملقبه بهيام هيام فقط هيام. شكرا اخوتي.